التحديات الموجودة في الأفكار إنه لازم المنصة حق الأفكار هذه تكون حيادية، ما تكون في تحت مظلة مؤسسة أو شيء، تكون حيادية، كل الموظفين يشاركوا فيها، المؤسسات تشارك فيها، تشارك فيها مشاريعها القائمة، تشارك فيها الأفكار، يكون يعني ممكن حتى يكون لها يعني إيفنتس معينة كل 3 شهور أو كل 6 شهور يتم استعراض المشاريع المقصودة فيها. تمام؟ في الغالب هدفها يكون غير ربحي، تمام، ولكنها هتكون منصة لاستقطاب وتوزيع الفرص. تمام؟ بناءها وإدارتها المفروض تكون بشكل مشترك ما بين المؤسسات هذه. تمام؟ سميها جمعية، سميها أي تسميها، أهم شيء إيش؟ تكون بمجهود مشترك. تمام؟ التحدي هو إنك أنت كيف تأسسها، وهذا شغل إداري. تمام؟ أهميتها أنا كمستشار بشوفها إنها هي مهمة، ولكن تأسيسها برضو موضوع إداري، المفروض إنه يكون على الأقل في 2 أو 3 هي تبدأ تأسس الفكرة وتحولها من فكرة إلى واقع.